قال والعاملين عليها، هذا الصنف الثالث، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها، ويدخل في ذلك حفاظها وجباتها وحسابها ونحوهم، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. انتبه، العاملون عليها يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن ما يعطونه أجرة، فنحن نعطيهم لحاجتنا إليهم لا لحاجتهم. الرابع قال وقوله والعاملون عليها، قلنا هم الذين يبعثهم الإمام، خرج بذلك العامل الخاص، فلو أنك أعطيت شخصا يفرق زكاة مالك فهذا ليس من العاملين عليها.